كل الطلبات اللي اتطلبت. ليه قول لي قول لي، انا عندي اجابه بس اخدها من حضرتك. سفيان رحيم ماله؟ ليه طار منه؟ لا انا ما اعرفش والله، ما تعرفش؟ والله والله ما اعرف. انا اللي اعرف. اصلا ما... لا انا اعرف، بقول لك. انت لا تعرف، بجد، انا بقول لك انا مش كل حاجه انا مش تحصل. بهزر والله، بقول لك انا اعرف، لان انا وقفت مع سفيان، انا طب اللي اتكلمت مع طب ما تقول سفيان. لنا. سفيان انا قابلته في الامارات، كان في فرح اخو يحيى نادر، ويحيى نادر ده ابن صديق عمري نادر الشريف من سنه اولى ابتدائي. نادر الشريف هو اصلا يحيى طبعا مصري، بس خد الجنسيه الاماراتيه وبيلعب دلوقتي في المنتخب الاماراتي ونادي العين، وهيلعب ضدنا في الماتش طبعا. حاجه جميله جدا، واخلاق ايه وبيت ايه وجميل. فقابلت سفيان، قلت له يا سفيان، حد يرفض النادي الاهلي؟ قال لي انا رفضت النادي الاهلي. قلت له اه. قال لي لا، انا كنت مستني وجاهز وجاي وكل حاجه تمام، موسيماني رفضني. اظن امير امبارح قال كده. ايوه يا كابتن. وبعدين انا اصلا انا بقول كلام انا متاكد منه، فسالت امير قال لي نفس الاجابه، فبقى عندي خلاص المعلومه بنسبه 100%. صحيح كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن لانه ما كانش عنده التفاصيل فطلع قال لا ما حصلش، بس انا بقول المعلومه. فهو هنا بقى تتوقف على ايه؟ في كلمه بتتقال قدام واحد ما بتتقالش قدام التاني. نعم. كل واحد بيقول اللي اتقال قدامه. نعم صحيح. يعني كابتن سيد صادق وامير صادق وحضرتك صادق. في حاجات يا كابتن، لا انا ما بشككش في سيد، في حاجات مش لازم تسيبها كلها للمدرب. يعني في حاجه بتبقى باينه، كينو ده ما يتسابش مثلا. ساب ازاي كينو؟ ما ينفعش مثلا. ما بقول لحضرتك في حاجات، لان انا برضو شاهد. انت متاكد ان كينو يعني كان يعني جاي 100% يعني؟ انت كنت معانا. ما انا كنت معاكم، بس اتطرح اسمه، بس طرح ما فيش اسمه خطوات اتاخدت يعني. لا لا، والسي دي اتاخد. لا اكمل لك انا بقى، السي دي اتاخد. هو وقتها قال اللي انتوا عايزينه على المستوى العالمي يا فندم، السي دي اتاخد، والراجل الجهاز الفني قال لا مش عايزين نطول في هذا طيب إذن الامر يعني. لكن يعني انا قصدي وجهه النظر الفنيه مش لازم كل مره تكون صح، وتبقى وجهات نظر على فكره، لكن انا ما اسيبش سفيان. انت بقى تقدر تتوافق زي ما حصل مع جوسيه. نعم. عايز ايفيلينو؟ طب هجيب لك جلفيرو. مش معنى اهلا وسهلا، واخد بالك؟ طب وانا هجيب لك جلفيرو. نعم. طب انت جربت كذا فيرود، تسيبني ارشح لك واحد؟ ماشي، نجيب لك في الافيون.